والمحتوى وصناعة المحتوى بشكل عام. يمكن هذا أكثر شيء يواجه الآن، ما بقول حتى اللي يصورون، حتى الناس اللي يناظرون سنابات مثلاً ولا أي محتوى في أي منصة. أنت يمكن عندك كام فقرة مع جدك سنابك؟ إيه؟ حكينا عنها. والله شوف، هي ما هي فقرة في السناب، هو معي طول العمر أبو محمد الله يطول عمره، وهو الداعم، نصبح عليه بالخير ونقول جعلني فداك يا جد، والله أني مشتاق لك وإني طالع من برنامج عليني باجيك، لأن كلمني إبراهيم ولا بد أني أحضر مقابل، لكن بكرة إن شاء الله أنك رايح له. شفت كيف قلت لك بتنكسر حاجة عشان نبدأ الحين بدري جدك الله يطول عمرك. طاحت الشجرة، فهي من زمان، من أيام الطفولة وأنا مع جدي بشكل عام. أنا ملقوف وراي مشاكل ودائما معه ويحبني. كان اسمي، يعني أنا بصرح بهذا الشيء عندكم الحين، كان اسمي أسامة. سنة كاملة أسامة. أسامة؟ إيه أسامة. ينفع على وجهي؟ لا ما ينفع. صدق؟ إلا ينفع. إيه والله كان اسمي. أخر واحد من خوياي اسمه أسامة يشبهني. يشبهني. دقيقة، هذه معلومة جديدة الحين، حتى أخويك ما يدري. إيه والله ما حد يدري عنه. ثلاث شهور معه كل سنة. يوم توي. يعني الحين وش اسمك الحقيقي؟ ما فهمت. أنا بقول لك خليه بس. سنة كاملة اسمي أسامة. غيره جدي عبد الله، فمن الصغر هو متعلق فيه وانا متعلق فيه. فيوم بديت في السوشيال ميديا، فبديت بحياتي معه، ببساطتها، بسوالفها، بالمشاكل، بكلامه علي، بالبساطه بشكل عام. فكان لها ضجه حلوه ورساله هادفه، ولا هي يعني مني انا كاني اطمح انها رساله عشان اكون معك صادق، لكن الصغير والكبير اللي يجيك يقول والله يا مزحك مع جدك، ولا قربك مع جدك، ولا والله ان عيالي يسوون نفس الشيء اللي ترى. هذه بحد ذاتها رساله، والله يعني هذه عندي تقنين عن امور. طيب اكيد ان في ناس اتوقع، يعني انا اشوف ما شاء الله عبد الله طبعا متابع لك من زمان وكنت اعرف الشيء هذا، وكنت استمتع الحقيقه بالمحتوى اللي تقدمه انت وجدك، فكان محتوى ممتع جدا والواحد ينبسط ويشوف. حتى كنت اجمع اهلي واوريهم محتوى عبد الله، لكن الكلام انا ترى تو بغيت اغير، خلي الشباب يغيرون الاعلان اسم الاسامه. انت ايش تبغى؟ لكن السؤال، هل في ناس عارضوا هذا المحتوى؟ ممكن البعض يقول يا اخي هل جدك يدري بهالموضوع؟ هل كيف انت تصنع محتوى مع شخص كبير سن؟ اكيد ان في اشخاص ممكن كانوا معارضين. وش الرساله اللي يقول لهم عبد الله؟ صح، شوف ان شيء جديد، واحد يصور مع جده، يمازح جده، بيكون اكثر الكلام اللي يدور عنه هل جده يدري بالشيء اللي يسويه هذا فارق السن؟ هل يا اخي هذا يطقطق ذا؟ يا ولد شوف كيف مستغل العود. لكن في الجهه الثانيه جدي عارف الفكره كامل، وعارف ان هذا المقطع انه كذا 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 كذا، وعارف ما فيه سخريه ولا مزح، وماشي على الشيء اللي يقولون على طبع وعلى سجيه. عرفت كيف؟ فكثير اللي الحين في الساحه كل واحد له محتوى وكل واحد له طريقته. فلا، جدي فاهم الفكره وجاء الكلام الكثير عن هذا الشيء، حتى في موضوع الاعلانات هو ياخذ منك اعلانات ولا انت بس اللي تاخذها. عرفت؟ حاجات يدقون على بعض التفاصيل اللي انا وجدي متعدينها من زمان. عرفت كيف؟ لكن جدك انت اصلا بصوره طيبه بالفعل، فما يعني الموضوع بسيط بالفعل. فما دامك ما طلعته بمظهر سيء او باستهزاء او حاجه ما تليق فيه، فاشوف الموضوع ما هو بعيد. بالفعل جدي فاهم الموضوع كامل، ولا يعني فيه الامور اللي تحتاج انهم الناس تتكلم، والناس والله لو تتكلم الحين تفتح قران وتقرا والله ما يخلونك في حال. صدق فتعدوا روحهم.